في محافظة أسوان نظم حزب مستقبل الوطن حفل إفطار ضم كافة أطياف المجتمع الأسواني، يؤكد على الروابط المجتمعية بين أبناء المحافظة وزيادة الألفة في هذا الشهر الكريم. تفاصيل أوفى حول هذه الاحتفالية وهذه الأمسية مع زميل عبد الله الأنصاري. في مدينة أسوان نظم حزب مستقبل الوطن بأسوان حفل إفطار ضم كافة أطياف المجتمع الأسواني وبعض ممثلي القبائل العربية. كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة شهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. ها الثلث الثاني قارب على الانتهاء، فطبعا هذا شهر فيه نفحات وفيه كرامات وفيه الزكاة وفيه صلة الأرحام والزيارات والمودة والرحمة. فالنهاردة طبعا شرفنا بكوكبة من محافظة أسوان بالفطار معنا في هذه المائدة. هذه المائدة طبعا دي بقالها مدة كبيرة من أيام الجدود وعمي رحمة الله عليه ووالدي، وإحنا نهجنا نفس النهج اللي هم بيسيروا عليه. فطبعا النهاردة احتفلنا سويا وتناولنا طعام الإفطار مع الأهل والأقارب والعشيرة. بقالنا فترة ممكن ما شفناش بعض، لكن التقينا النهاردة وكان فيها يعني الود والمحبة وصلة الأرحام. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام باليمن والبركات والمحبة، وأن يديم علينا وعلى بلدنا الأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية. وكل عام وأنتم بخير. شرفنا اليوم بدعوة كريمة من السيد النائب المحترم جابر أبو خليل عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل الوطن وعضو مجلس النواب للدائرة الأولى لتناول طعام الإفطار مع الأهل والأحباب من أبناء محافظة أسوان. وكانت كوكبة جميلة عبر منطقة الإفطار الجماعي في المائدة الدائمة طوال شهر رمضان الكريم، ولكن كان ذلك اليوم مخصص لأبناء قبائل أسوان بكل طوائفها وعواقلها كما تعود كل عام. نرجو من الله القدير أن يجمعنا في هذه الأيام المباركة على الخير، وأن يمن الخير واليمن والبركات علينا وعلى مصرنا الحبيبة، وأن يحفظ مصرنا شعبا وجيشا وشرطة تحت ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحمد لله تعالى بشهر مبارك شهر رمضان الكريم، حرصنا اليوم كشباب القبائل العربية بدعوة كريمة من سيادة النائب جابر أبو خليل عضو مجلس النواب وشيخ النواب بأسوان، بدعوة القبائل العربية على مستوى جمهورية مصر كاملة للتقارب والتآلف والمحبة في هذا الشهر الكريم المبارك. ونتمنى من الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة وفي مقام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع القيادات ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية بإذن الله تعالى. ونتمنى من الله عز وجل أن يدين المحبة والألوفة بين جميع أهل أسوان إن شاء الله تعالى. دلوقتي بنقترب من العشر الأخير من رمضان، وهي العشر الأدخل من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. ونحن اليوم بدعوة كريمة من سيادة النائب جابر أبو خليل للتناول الإفطار مع الصحبة، وشرفتنا بتشريف القبائل العربية والسادة كبار محافظة أسوان والقيادات السياسية والشعبية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. ودعوة خاصة من القلب أن يفك أسرى المسجد الأقصى، وأن ينصر أخواننا المسلمين في الأقصى، وأن يعود هذه الأيام على الأمة الإسلامية بالنصر والخير والبركات. اليوم يوم جميل، بدعوة كريمة من سيادة النائب جابر أبو خليل كما عودنا دائما هو وأهله بالاحتفال برمضان الكريم بالتجمع بصلة الأرحام. فنشكره إن شاء الله يقوم في أيام عديدة في الشهر الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفقه بإذن الله لما فيه خير الأمة
وخير مصرنا الحبيبة وأسوان خاصة، وكل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم. حفل الإفطار يؤكد الروابط المجتمعية بين أبناء أسوان وزيادة الألفة في هذا الشهر الكريم. هي صورة من صور الترابط المجتمعي تتكرر كثيرا، ويحرص الكثيرون على إقامتها كل رمضان. من مدينة أسوان.